صباح الخير عليكم. النهارده هنتعلم مع بعض ايه العملة اللي ليها أهمية، حتى لو أنا مش ما عنديش فكرة عن العملات. ببص على العملة المتداولة أو اللي موجودة متوفرة كتير، والعملة النادرة. يعني مثلا نص جنيه ده في منه ياما، لكن ده قليل وشحيح، يبقى ده اللي أشيله. بس ده لو خدت منه عينة وشلتها للوقت قدام شوية هيبقى لها قيمة. يعني مش معنى كده إن أنا أرمي ده، لا، بس ده حاليا ليه أهمية أكتر، حتى اني عرفت ان اتعمل مزاد واتباع تقريبا بحدود 11000 جنيه النص جنيه ده. فالحاجه، ايوه، الحاجه بيبقى لها اهميه قدام. العشرة سعر دي كانت وقتها متوفره اكتر، لكن دي نادره او دي قليله نبقى اخد دي عشرة، ماشي. او حاليا دي اللي ليها اهميه، حاليا دي اللي ممكن ابيعها، ماشي. ادي برضو ايه الحاجه، وش وظهر، شوفوها معايا تلاقيها مختلفه، ظهرها غير دي، ماشي. احنا بنتعلم مع بعض ايه العملة المختلفة اللي اشيلها وبعدين هيبقى قدام ليها قيمة. زي ما انت شايف ده مختلف، ده الحالي المتداول اللي احنا موجود في ده لغاية وقت قليل، لغاية حاليا يعني. ده بحالة الانسر بحالة البنك، وكتير قوي من العملات موجودة معانا. احنا بس بنقول مع بعض، بنتعلم مع بعض درس صغير، ايه العملة اللي اشيلها وايه العملة اللي احس انها ملهاش اهمية دلوقتي. اللي اشيلها النادرة او المختلفة بشلها، ماشي. قلت لكم وصباح الفل عليكم.